أعماق البحر نلعب ونضرب الكرة بالمضرب. ضربتها بزعنفة ظريفة. يا لها من ضربة ضعيفة. الكرة قد ابتعدت ولقاع البحر نزلت. ستقوم الدوامة بجذبها. علي اللحاق بها. الاقتراب من الدوامة ممنوع. حسناً، سأقوم بالرجوع. الدوامة قوية للغاية وقد جذبتني في النهاية. أبحث عن أمي في الأرجاء. تفضلي تفاحة الحمراء. ابتعد، ماذا تفعل؟ يبدو أنها في الأسفل، فلتأكل المزيد والمزيد. هذا الغطاء عنيد. لم يعد يمكنها الرحيل. صار وزنها ثقيل. حسناً، لدي خطة. بالهواء سنحل الورطة. بالهواء ملأناها وبسرعة أنقذناها. لقد عاد بربح ثلاثي ويريد الهجوم علي. لقد لحقني بسرعة. سوف أقوم بخدعة. أدرت المحرك الآن وبدأت المروحة بالدوران. بقوة أبعدنا الشرير وحبسناه في الأخير. لقد هزمناه وبالمضرب أخرجناه. سأقفز في الماء، لكنه يبدو بارداً. سأعود للوراء مجدداً. يبدو هذا البرد قاسياً. فلنرفع درجة الحرارة عالياً. لم تستغرق التدفئة طويلاً. هيا نسبح ونستمتع قليلاً. يبدو الأمر ممتعاً. هيا فلنقفز معاً. تلك المياه حرارتها مرتفعة. سأقوم بتخفيضها بسرعة. في لحظات صارت باردة. هكذا ستكون جيدة. توقف في الحال، ماذا تفعل؟ حسناً، لدي حل أفضل. أحضرت رافعة التحميل لأضع بالمنتصف حاجزاً طويل. وسأقفز لحوض السباحة الآن. هكذا فرح الجميع، لكن بسرعة أتى السقيع. صار الماء بارد حولنا. هيا انتقلوا إلى هنا. بسرعة قمنا بالانتقال، وهناك تجمد الشبل في الحال. علينا إنقاذ صغيرنا. هيا بنا، فلنستعد كلنا. بالكثير من الهواء الحار سوف نجعل الجليد ينهار. يا أصدقاء، أين الماء؟ تجلس في كرسي المعمل؟ هاي أيها القط، ماذا تفعل؟ تضخمت القطة من فورها. آه، وأفزعتني بحجمها. خرجت القطة للشارع. نواء كبير رائع. إنها شاحنة صغيرة أوقفتها القطة الكبيرة. تصنع الفوضى حولها، هكذا تحب لعبها. هيا قطتي من هنا، شعاع التقليص ينتظرنا. إنها جائعة كثيراً. صنعت طعاماً كبيراً. سوف تنتهي النقانة. شعاع التقليص الخارق. تصغر بشكل فعلي. عادت لحجمها الأصلي. الألعاب في كل مكان. كيف سأجمعها الآن؟ لأنظف بصورة مسرعة. سأصنع نسخاً أربعة. يبدو كحلم مجنون، لكن خمستنا رائعون. جمع الألعاب ممتعاً حينما نعمل معاً. بعد الانتهاء بدأوا في الاختفاء. انتهت المهمة في الأخير. ماذا يفعل جلوي الصغير؟ هناك الكثير من الجراء. نوم في غاية العناء. أخيراً انتهيت. لقد عدنا للبيت. يا لكم من مزعجون، ماذا تفعلون؟ هي بدأنا العمل وكل شيء اكتمل. سأقوم بالضرب لنبدأ الحرب. علينا الانتقام. أصابتني السهام. كان هذا فظيع، فليخرج الجميع. بالحبال القوية. أسقطت المزهرية. الألعاب مسلية. أمي آتية. مرحبا يا أصدقاء، سأخذ تلك الأشياء. أخرجوا الآن وغادروا المكان. البرودة قاسية والأمطار آتية. تبللنا بالماء وحاولنا الاختباء.
سأدعكم تدخلون وسوف تنظفون بالمكنسة الكهربية. نظف الأرضية. فلنعمل معاً، كان هذا ممتعاً. بدون تأخير جهزت العصير، لندخل الآن. وقت العرض حان. عصير بحوزته، ها سأقوم بسرقته. أوه، هرب للأمام إلى شاشة الأفلام. توقف أيها الشرير. أطفال يركضون. ماذا تفعلون؟ يركضون باستمرار. أحدث انهيار. أيها المزعجون، سأجعلكم تخرجون. هاي، أعد الكوب. سأستمر بالهروب. فوق التنين نطير محلقين. هذا ليس حقيقي. أعد الكوب إلي. أخيراً أخذته وبسرعة شربته. لنشرب معاً. سيكون هذا رائعاً. نلعب في الفناء بالكرة الحمراء. عصفور صغير إلى الآلي يطير. أنا هنا محبوس. ما تلك الدروس؟ خطأ في النظام. سأركض للأمام. سقطت قطعة. سأنشر الثياب بسرعة في الهواء. رميتها وعلى الحبل وضعتها. سرعته مذهلة. هناك مشكلة. سقطت قطعة صفراء. سأجمع تلك الأجزاء. لدي مفاجأة صغيرة لك أيتها الأميرة. رقصة آلية ستكون مسلية. كان هذا فريد. سقط منه المزيد. إلى وضع الطيران. سأخرج الآن. آخر ترس وقع. أخذه الطائر وارتفع. إنه فوق الشجرة. لدي فكرة. قمنا بالتبديل. فلنعيد التشغيل. أخرج في الحال لأصلح الأعطال. عاد للعمل. للثلاجة وصلت. ماذا لو دخلت؟ مثير للاهتمام. عالم من الطعام. أشعر بجوع شديد. وجدت ما أريد. سأجرب طعمها. لا يمكنك أكلها. الآن يا صغير سأخذك للأمير. هذا الأسد هنا يأخذ طعامنا. أيها المحتال، ستسجن في الحال. أحكام صارمة والجبنة قادمة. في الجبن انزلق وأصابه القلق. دخلت إليه لأعثر عليه. بحثت كثيراً ووجدته أخيراً. من هنا سنعود. الطريق مسدود. سأحل المشكلة بقدماتي الهائلة. سنسقط للأسفل. ماذا نفعل؟ هبطنا بأمان ولطخناه بالألوان. وقت الاستيقاظ حان. سأقفز الآن. نزلت في المياه. عليك الانتباه. بالماء أصابتني. لقد أوقعتني. إلى الحمام دخلت وللسنبور وصلت. غسلت عيني وحدها وخرجت بعدها. هيا إلى الفطور. فلتسرع بالحضور. عطسة قوية. يحتاج رعاية طبية. قمت باتصال ووصل الطبيب في الحال. لديه زكام. توقف يا غلام. للماء نحتاج لنقوم بالعلاج. بدرجات حرارة تنازلية ستكون طريقة مجدية. اغسل وجهك بالماء ليتم الشفاء. من الساخنة للباردة
وصارت حالتي جيدة. لنقفز معا. يبدو هذا ممتعا. جلبت المشتريات كلها. سأساعد بحملها. شكرا يا صغيرتي، تستحقين محبتي. لن تفوز علي. ها، لدي حل ذكي. سأغسل الصحون بالماء والصابون. انتهى التنظيف ويحتاجون للتجفيف. سأقف بدلاً منه وأتلقى المديح عام. قلب جديد. سأفعل المزيد. نظفت السجادة وخدعتني كالعادة. أحسنت يا صغيرة. يا لها من شريرة. انكسر المصباح فتسللت. ما الذي فعلت؟ يا لها من ورطة. أحتاج لخطة. لدي طريقة لإثبات الحقيقة. تلك المقاطع دليل قاطع. كان هذا لئيم. سأعيد التقييم.